بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمد الله جل وعلا حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وأسمائه وصفاته. نحمد الله تعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حي الله هذه الوجوه الطيبة، الأسماء الطيبة، الأرواح والأنفاس الطيبة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهدى والبر والخير والنور والصلاح والفلاح، وأن يجعل حياتنا طيبة مباركة علينا وعلى غيرنا. اللهم آمين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يثقل موازيننا بالخيرات، وأن يمحو وأن يكفر عنا كل السيئات، إنه ولي ذلك ومولاه. نشهد الله جل وعلا أن نحبه، ونشهد الله تعالى أن نوحده، وأن نحب من يحبه سبحانه وتعالى. ربنا طيب، وربنا جميل، وربنا كريم سبحانه جل في علا. فنحمده سبحانه الذي جمعنا على البر والخير. لو علمنا قدر هذا الجمع لحمدنا الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا. هذا الجمع السهل اليسير الذي ييسره الله جل وعلا، فتأتي الأرواح والنفوس والقلوب لتكون في صفاء ومحبة وأخوة وفي الله عز وجل، يجمعها رابط عظيم، وهو الحب في الله، وهو النفع، وهو الخير. لا نجتمع على شيء إلا على فعل الخير، وعلى حب الله وذكر الله، وعلى المحبة في الله عز وجل التي هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فوجب أن نستحضر هذا الأجر وهذا الثواب وهذه المنة والنعمة التي خصنا بها المولى سبحانه وتعالى. حينما تصبح القلوب فيها صفاء، وتصبح كذلك الأرواح فيها أخوة وإخاء، فهذه منة عظيمة جدا. جمعنا الله تعالى ونحن كل واحد منا في قطر من أقطار هذه المعمورة، وكل واحد ربما كان قبل دقائق في شغل وفي فكر وفي توجه وفي رؤية أو في تفكير، أو قل كل واحد منا الله جل وعلا كان يعلم هل كان في السلب أم في الإيجاب، ثم جاء الله بنا كي نجتمع على الإيجاب وعلى الخير والعلاج النفسي والروحي والجسدي والمعرفي والثقافي وأمور كثيرة في هذا اللقاء. النفع لا يكون بكلمات، إنما بالأرواح، إنما بالأصوات، إنما يكون بأشياء ربما لا نعرف قدرها أو لم تتجلى حقيقتها، لكنها مكنونة وموجودة بداخلنا، وهي التي جمعنا بها الله وجمعنا على أساسها المولى جل في علاه. فواجب أن نحمد الله تعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من واسع فضله ومن واسع جوده وعطائه، فعطاؤه واسع وهو الغني الكريم. نسأل الله تعالى أن يلهمنا العلم
والفهم والصواب والسداد والهدى والرشاد، وأسأله أن يجعل جنة الدنيا لنا واسعة وأوفر، نكون أوفر حظا ونصيبا في جنة الآخرة. نسأل الله جنة الدنيا وجنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مرحبا بهذه الأسماء الطيبة وبهذه الوجوه الطيبة، مرحبا بالإخوة والأخوات. أشهد الله أن يحبكم فيه، أشهد الله أني أحبكم فيه. منكم من يجتمع معنا بأسابيع وشهور، ومنكم من يعرفنا أعوام، والحمد لله تغيرت الملامح، تغيرت أحوال، لكن الحمد لله السير هو السير، والمحبة هي المحبة، والهدف هو الهدف، والغاية هي الغاية، فلله الحمد ولله الشكر. الحمد لله، الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. المواضيع كثيرة جدا بخصوص الرقية وبخصوص عوالمها ودفائنها وخزائنها وكنوزها وضررها. مواضيع الرقية لا تنتهي، لا حصر لها ولا ساحل لها ولا عد لها ولا منتهى لها. لماذا لا عد لها ولا منتهى لها؟ لأن لها اتصال بأسرار القرآن وبأسرار الأبدان وبأسرار عالم الشياطين والجن. إذا لن تتوقف أبدا مهما قلت وأبدعت وأتقنت وبحثت واجتهدت وغصت، اعلم أنك لم تأخذ من هذا البحر إلا قطرة، ولكن كلما أخذت منه كلما اشتقت وتعطشت إليه، وكلما تعبت في الوصول كلما أصبح عندك غاية وهم الزيادة في الوصول إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير. وهذا هو سر الاجتهاد، وهذا هو سر النجاح بفضل الله عز وجل. الذي يسبح في السبح ليس كالذي يبحث عن اللآلئ ويبحث عن المرجان ويبحث عن أشياء ربما تكون هي في العمق أعظم ثمنا وأعلى شأنا بفضل الله سبحانه وتعالى. عالم الجن حينما تغوص فيه تصبح مدمن، تصبح مدمن ليس على الخرافات والخزعبلات وليس على الترهات، إنما مدمن على الحقائق التي فيها إبداع، الحقائق التي فيها إتقان، فيها أسرار، فيها هداية، فيها علاج، فيها شفاء، فيها حرب، فيها قتال، فيها نزال، فيها رتب، فيها ملوك، فيها أبارسة، فيها قساوسة، فيها أحبار، فيها رهبان، التي لا تتجلى ولا يعيشها كثير من الإنس. مع الإنس نحن نعيشها، مع الجان بل أحيانا مع الإنس ومع الجان. وهذه تجليات يخص الله بها من شاء من عباده. فنحمده سبحانه الذي خصنا في هذا العلم الذي أراه حقيقته نادرة ومغيبة عند كثير من الأنام. هذا العلم، ونعم أقول هذا التخصص، حقيقته وعمقه وأسراره خفية على كثير ممن تخصصوا، فما ظنك بمن سواهم دونهم. هذا العلم، هذا الفن، هذا التخصص حقائقه أراها أنها تغيب على كثير من الناس لأسباب كثيرة. أقصد بالحقائق النافعة العلمية الباطنية النورانية، الحقائق العلاجية والاستشفائية، وكذلك الحقائق التي هي حقائق تعيش عليها الشياطين والأبالسة والعفاريت والمرضى والقبائل والعشائر، تعيش عليها السحرة في البدن وخارج البدن، يعيش عليها عالم في السماء وعالم في الجبال وعالم في القفار وعالم في الآبار وعالم في البحار. هي عوالم خفية قوية
عظيمة، قل من يفقه اتصالها بسحر النجوم، أو قل ما يفقه اتصالها بساحر عليم، وقل ما يفقه اتصالها بمادة عقدت وربطت، وقل ما يفقه اتصالها بطاقات الأبدان والسلالة والزهرية، قل ما يفقه من يربط بين هذه الأمور بالعلم السليم والفقه السليم والتوجه السليم، كي يخرج لنا علاجا دون معوقات، دون عقد، دون إكراهات، دون خوف، ودون أشياء تجعل في الناس العجز والوهن كأنه سيأتي بالصعب وبالمحال. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الأمور تأتي بالعلم وبالممارسة وبالحنكة والحكمة، والله تعالى يخص بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. إذا وجب أن نعلم الناس، وحتى نعلم الناس واجب أن نكون قد تعلمنا. فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن أن تعطي الناس وأنت محروم، وأنت لا تفقه، وأنت لا تعلم. وهذا العلم مبني على أمرين اثنين، أو قل ثلاث أمور: اتصال بالله، ثم اجتهاد مع عالم الجن والإنس، ثم ما يثبت ذلك بواقع التجربة التي لا تخالف نصا ولا شرعا، وتوافق نصا وشرعا وفطرة وجسدا وأجسادا ونفوسا وقلوبا، والحمد لله رب العالمين. وهذه هي المنهجية التي نمضي كي نعلمها للقاصي والداني والقريب والبعيد، نعلمها للأنثى وللذكر، للرجل والمرأة، ونعلمها كذلك لمن تخصص أو لمن هو على في مرض أو يريد أن يعالج أهله أو أحد من أهله أو من أقاربه. إذن علينا أن نشمر كي نرتقي في التعليم بإذن الله، وأن ندخل بإذن الله تعالى إلى أمور ربما ترعب بعض النفوس، وربما لا تقبلها بعض القلوب أو بعض العقول، التي أقول لم تتابعنا منذ سنين أو منذ سنوات أو منذ شهور على الأقل، الذين هم جاءوا قبل أيام أو قبل أسابيع ولم يتابعونا، ونحن نسير في هذا السن 25 سنة ونعلم الناس أكثر من 15 أو 20 سنة على كل أنواع وسائل التواصل بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي. الذي يتابع هو يفهم كلماتي، وكل ما سأقوله عنده بفضل الله تعالى عليه أدلة، وعليه إثباتات، وعليه حجج من الجلسات من المرضى، وكذلك المتابعات في الدروس والمحاضرات. إذا لابد أن نرتقي وأن نتقدم خطوات بفضل الله تعالى، حتى نبين للناس مكنون بعض الأسرار التي ربما لا يبقى حتى كثير من المعالجين. كثير من المعالجين، وأنا أعي ما أقول جيدا، لا يفقه من الرقية إلا أنه يقرأ على المريض، وربما لم يغص ولو يسيرا في عالم هو مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي آثار الأولين وفي كتب الأولين، والواقع الذي نعيشه يوميا، وربما كل المعالجين يعيشونه، هو الحقائق الخفية. حينما تستعصي على كثير منهم يضرب الناس في مقتل أن لا علاج لك، وأن حالتك مستعصية، وأن ما بك أو ما بك علة، أو مرضك روحي أو وهمي أو نفسي، وهذا كله ضلالات، لأن الحقيقة غابت، لأن العلم غاب، لأن البحث غاب، لأن القراءة والدراسة غابت، وهذه الحقيقة التي وجب أن نؤطرها أكاديميا. يجب أن نتحدث الآن ونرفع المستوى شيئا ما، حتى يفهم الناس الغوص في عالم الملوك، والغوص في عالم الأبالسة، والغوص في عالم المرضى، وكيف تعقد أصحار الجن قبل أصحار الإنس، وكيف يختبئ الجن في البدن ولا يراه حتى الجن في البدن، كيف لبدن أن يعقد بسحر قد عقد خارج البدن والجن غير موجود في البدن، وكيف يتم الاتصال في إبطاله بمادة السحر دون جن، وكيف يرتقي ليكون حارسا عليها بعدما لم يكن في البدن، وكيف تبطل حقيقة الجن ليست موجودة في البدن. أشياء كثيرة لو فقهها الناس سوف يسبحون الله كثيرا، ويزدادون إيمانا بهذا العلم، ويزدادون إيمانا بهذا الفن، بل إيمانا بكتاب الله وسنة رسوله، بقدرة الله جل في علاه وبحكمته البالغة، وكيف يأتي بالشفاء
سبحانه جل في علاه. هذا العلم ليس عبث، وهذا السير الذي نسير فيه في الرقية ليس عبث، فلو كان عبث لكان التضارب فيما نقول، ولوقع الناس على التناقض فيما نقول، لكن كل ما نقوله يعارض بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضا، ويقوي بعضه بعضا، لأنه متلازم ومتشابك بفضل الله تعالى، ومعقود كالحلقة والسلسلة الطويلة، بعضه يجر إلى بعض. وكلما فقهت، كلما تأملت وتمعنت بفضل الله، وكلما تمكنت بتوفيق ونور من الله عز وجل. أمور نريد أن نخوض أن نغوص فيها بإذن الله تعالى مع الأحبة نساء ورجالا، وعلى ضعاف القلوب أن لا يكتبوا تعليقا إلا بعدما تصلهم المعلومة بشكل جيد، أو ضعاف العلم في هذا الباب لا يكتبوا شبهة أو شيئا حتى يقفوا مع المفهوم الصحيح ومع الدلالة الصحيحة، ومع بفضل الله تعالى ما سوف نبينه ونرشد إليه بتوفيق الله عز وجل. لا شك أن الإنسان بشكل عام، سواء كان مسلما أو كافرا في كل الأديان، يقرأ في كتابه الذي هو بين يديه، سواء كان يهوديا في التوراة، أو كان نصراني في الإنجيل، أو كان مسلما في القرآن، وحتى في ميل أخرى عند الهندوس وعند البوذيين وعند ملل ونحل وعقائد أخرى شتى، لا زالت تمضي وتسير بالباطل إلى هذا اليوم، إلى هذه في هذه الساعة التي أحدثكم فيها في العالم. يعلمها الله سبحانه وتعالى ويراها، ولو شاء ربك ما فعلوا، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلا زالوا على كفر إلى الآن، ولا زالوا على باطل إلى الآن. والمعبودات من دون الله فهي كثيرة، لا إله بحق إلا الله، والمعبودات من غيره كثيرة جدا. المعبودات فهي كثيرة جدا. المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، والآلهة من دون الله عز وجل، هي كثيرة جدا. والطواغيت من في هذا العالم هم كثر، ولا زالوا إلى يومنا هذا. نعم، من تقرب لهم الأقربين والدماء والذبائح والعقد والأصحار، ومن يذبح لهم من الطير والحيوان، بل قل حتى من الإنسان، هم كثر على وجه هذه البسيطة وعلى وجه هذه المعمورة في هذه الأرض. بل هناك من العوالم من البشر من لا يعلمه كثير من الناس، قبائل لا يعلمها كثير من الناس في عبادة صريحة للشياطين، ورثوها أبا عن جد، توارثوها ويمضون عليها عبادة وطقوس هي أعظم مما كان عليه أهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام، لا زالوا إلى يومنا هذا، والأقمار الاصطناعية تكشفهم، لا زالوا منهم من يمشي عاريا، ولا زال منهم من يأتي أنعاما ودوابا، ولكن العقيدة الراسخة عنده نجوم وكواكب ونيران، عنده العقيدة في الطير وفي الحيوان، وعندهم العقائد شتى على رأسها، بمعتقدهم في البحث هو الإله الشيطان. المعبودات كثيرة جدا. إذن حينما يدرس ويتدارس أهل البحث في هذا المجال، يجدون أن السحر هو عقيدة راسخة منذ القدم، لا زال كانت ولا زالت عند كثير من الأمم، ولم تندثر ولم تمحى ولم تتلاشى، بل خفتت وقلت، وثم بعد ذلك بعهد الماسونية ارتقت. حينما أقول بعهد الماسونية فهو عهد قديم وعهد حديث، وسأبين بين الأول والثاني إن شاء الله جل وعلا. فأريد من الإخوة والأخوات أن يتفطنوا إلى نقطة غاية في الأهمية في هذا السرد وفي هذا الطرح، وهي أن منذ أن خلق الله آدم
ومنذ أن أدخله الله جل وعلا ومن عليه بالجنان وأمنا حواء، والشيطان يسعى في فساد الزوجين، والشيطان يسعى في دحض النعم وإبطالها، والشيطان ناقب حاسد، فأول فساد كان بالقياس الفاسد، وأول فساد كان بالحسد الفاسد، أمران اثنان، والحرب لا زالت عظيمة، لا زالت قوية. لماذا قلت هذا الأمر؟ ليعلم أن العداوة في السماء ولا زالت في الأرض بين عنصر بشري وعنصر ناري، بين الشيطان الذي لا يرى واستعمل الحيل في الجنان ولا زال يمضي ويمشي عليها وجنوده عليها بين خلق الله عز وجل في الأرض. الشيطان خلق من نار، وآدم من تراب، والملائكة من نور. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان من نار، الملائكة من نور، وآدم مما وصف إلينا، خلق الله آدم من تراب. أين؟ وكلنا من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فضل الله تعالى هذا العنصر البشري النادر العظيم القوي النوراني الصالح، وهو عنصر الآدمية، عنصر الإنسانية، عنصر البشرية. سبق في علم الله ما سبق أن البشر هم أهل البر والخير، وأنهم المؤهلون للاستجابة في باب البر والخير، وأن لهم القابلية في الصلاح، وأن لهم القابلية في الدعوة إلى ما أراد الله جل وعلا. سبق في علم الله ما سبق أن الأنبياء من الإنس، أن الرسل من الإنس، أن أهل البر والخير من الإنس، فجعل الله آدما أبو الآدمية والبشرية إنسانا، جعله الله بشحم ولحم ودم، زينه الله وجعله على صورته، خلقه الله بيده، وأخرج من ضلعه حواء لتؤنسه وتشاركه وتكون زوجه ولتكون بداية الحياة على هذه الأرض. وخلق الله تعالى الشيطان، وخلق الله جل وعلا الجان، وخلقهم الله وأعلم بخلقه سبحانه، لا يغفل ولا ينام، ما كان شيء في هذه الأرض ولا في السماوات بالعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تنزه الرب سبحانه الحكيم عن العبث، فكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هو الله سبحانه وتعالى، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فشاء سبحانه وتعالى بحكمته وبقدر أن خلق الله جل وعلا آدم، وخلق حواء، وخلق الشيطان. وهنا وجب أن نتفطن إلى أمر، لم تكن هناك أشياء تخالط آدم لتجر وتسوقه إلى طاعة إبليس أو الشيطان أو لينساق إلى وسواسه، ومع ذلك اجتهد إبليس واجتهد الشيطان رسالة إلهية ربانية سماوية، حتى يعلم كل منا أن الكمال لله عز وجل، وليعلم كل منا أنه في ضعف، إلا إذا حفظه سبحانه جل في علاه. فآدم أبو البشر، مع ذلك أغواه الشيطان وغره الشيطان
وآذاه الشيطان، إنها أذية، إنها أذية عظيمة حينما يأتي الشيطان ويخرجك من جنان، يخرجك من جنة الله عز وجل، وكل شيء عند الله بمقدار. وهنا رسالة، فكم من واحد منا أخرجه الشيطان من جنة كان يعيش فيها ويتمتع فيها ولا يعلم، يأخذ بأسباب سبقت في قدر الله فتمضي عليك، وأنت تستسلم مع إيمانك ومع قربك من الله عز وجل، فيقدر الله عليك بذاك الانهزام، ويقدر الله عليك بتلك السقطة والزلة، أو بذاك السهو، أو بذاك الضعف، خروج من جنة. فإذا خرج آدم بذاك الذنب من جنة الدنيا، من جنة الآخرة، أو من جنة السماء، وتاب الله عليه، فإن كثير منا يخرج من جنة كان الله تعالى أوجبها له. علم ضاع بمعصية، محبة ضاعت بمعصية، ومنة الله ونعمة الله أنه يعيدك إلى جنة أخرى وإن كانت نسبية، حتى تستحق الفوقية بفضل الله تعالى وترجع إليها مرة أخرى، ثم تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فلا بد أن يفهم أن ثمة عبر كثيرة على رأس الفساد العالمي والدنيوي والأخوي والعقدي، عدو لا نراه. هذه العقيدة التي وجب إذا فهمها العاقل منا فإنه لن يعض على يديه مهما حصل ومهما تأمل أو تألم، لأنه سيعلم أن ما حصل كان من كيد الشيطان. يقول الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان هو عدو، والعدو لا يرجو إلا فسادا وكسادا وبوارا وخرابا ودمارا، هكذا هو العدو، هكذا هو العدو. رتب الله بين الجن، بين الشيطان وبين الآدميين عداوة تبقى إلى قيام الساعة. فماذا صنع إبليس؟ لتعلم أننا في آخر الزمان، ونحن قد ظهرت علامات كثيرة لقيام الساعة، وإبليس كلما أوشك العالم على الانتهاء والفناء، وكلما أوشكت القيامة والساعة، كلما اشتد غيظه لعلمه اليقيني أنه من أهل السعير. نعم، لأن وعد الله لا يخلفه سبحانه وتعالى. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعلم ذاك الذي يرسل جنده ويعادون القرآن والسنة، ويخالفون أمر الله مشرقا ومغربا، ويكثرون الفساد في الأبدان وفي الأديان، والدين الحق هو دين الإسلام، بل عذب كل الأديان. الماسونية هي تقطيع لكل الأديان، وفي هذه الكلمة إن شاء الله سأبين لكم باختصار، إن شاء الله بترتيب، حتى تفقهوا هذه المبادئ إن شاء الله، على الأقل لا يغيب عليكم مفهوم المبادئ وأصولها، حتى تفهموا ما هي الرقية. الرقية يا أحبتي مشيخ القرآن، لو فهمت الرقية لعظمت أمر القرآن والاجتهاد والبحث، لعظمت بفضل الله تعالى تلك الأسرار التي تخوضها وتغوص فيها لنصرة كتاب الله ولإعلاء كلمته لإنقاذ المسلمين والمسلمات. الأمر ليس كما يظن البعض، أذهب عند شيخ وعند قارئ وعند آخر، هكذا إذا كنت تريده اذهب عند شيخ ربما قراءته تبكي وصوته يزلزل الجبال، أفضل لك من عالج معالج أوراقي. الناس غيمشوا عند السديس، وغيمشوا عند الخليل الجليل، وغيمشوا عند المعيقلي، وغيمشوا عند القزابري، وغيمشوا عند وهكذا، يمشوا عند القراء.
لكن نتيجة هذا القارئ هو تغيب عنه المفاهيم ويقرأ على الحالة ساعات وربما أعوام وسنين، لكن من يفهم فقهها وأسرارها قد تفتح بفضل الله، لأن ثمة أدوات العلم والمعرفة، ثمة أدوات الاستطلاع، ثم أدوات بفضل الله تعالى فيها الأدلة، فيها المكاشفة والمعاينة، فيها بفضل الله تعالى أحوال، فيها بفضل الله تجليات. وهذا ما أريد أن نقف عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت أن الشيطان هو عدو لكل الأديان، وقلت بعدها الدين الحق عند الله عز وجل هو الإسلام. لماذا أنا أقول هذه الكلمات أردفها بتقييد حتى لا يعلق في الناس شبهة باطلة؟ لأن كان بإمكان أقول هو عدو لكل الأديان وأمر عليها، لكن لا، بعض الناس يظن أن الأديان أن فيها الحق، فيها النور، لا، كلها باطلة. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت باطلة، بالقرآن العظيم الكريم أصبحت باطلة. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكافر، حق عليه جهنم والنار. هذا ليس إرهاب ولا تشديد، إنما هذا كلام الله وسنة رسول الله، وهذا هو وعد الله. إذا وجب أن نؤمن أننا نحن على فضل وعلى هدي وعلى خير من الله عز وجل. لا يسمع بمحمد يهودي ونصراني ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، سواء كان إنسي أو كان جني أو كان شيطان. لا يسمع به ببعثته ورسالته ونبوته أحد إلا وقامت عليه الحجة، فواجب أن يؤمن به وأن يتبع هديه وأن يتبع ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. قلت أن الشيطان هو عدو للأديان، يجب أن يعلم عند الجميع أن الله سبحانه وتعالى خص في الكتاب القرآن الكريم أهل الكتاب بآيات كثيرة، خصهم لأن فيهم من يوقن ويقر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن عنده شبهة فإن آيات أهل الكتاب تأتي بفضل الله تعالى بالحجج الدامغة التي ترشدهم إلى ما هم عليه في كتبهم، سواء كانوا توراة أو كان إنجيل، ثم تلحقهم بالقرآن وترشدهم إلى النبي محمد، النبي الأمي، النبي العدنان. فكثير منهم يؤمنون بالله ثم بموسى، أو بالله ثم بعيسى، ولكن يربطهم الله بهم جميعا وبمحمد عليه السلام، فلا يكون عائقا في دعوتهم شيء، لأن الأصل هو توحيد الله، وهو أصل عندهم في معتقدهم. وأصل التوحيد توحيد الله تعالى عند أهل الكتاب بحق، يعبد الطريق للوصول إلى القرآن وإلى النبي بحق. ولهذا لا ترى جني أو شيطان يتألم ويتأمل في آية عيسى أو موسى إلا ويهتدي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل والأساس موجود. ومن هنا يعلم أن الرقية ليست قراءة وترتيل، وإنما تخصيص ما يناسب. فحينما تخصه بآيات انطلاقا من أهل الكتاب ثم اليهود، ثم تردفها بمحمد، سرعان ما يؤمن بالله أو يصبح في حجة بحجة، لأنه يريد أن يكون على المحجة، لكن بالعلم وباليقين، لا يريد يكون بالتقليد وبالجهل. وهذا جن وشيطان كان قبل ساعات من المرضى أو من الصحراء والكهان، أو كان عاشقا ضالا متيما مغرما معتديا فاسدا زانيا، ويصبح باكيا خاشعا عابدا ناسكا. إذن إن أصول الإسلام حينما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها القرآن والسنة هي الأساس والركيزة التي بها نخرج أسرار الجن والشياطين، سواء التي في الأبدان أو خارج الأبدان، لنؤسس ونؤصل لها ما ينفع الأنام أو قل حتى الجان بإذن الله رب العالمين. الجن الحلقة الأضعف في هذا، الجن هم الحلقة الأضعف
بين شياطين وبين آدميين. خذها وسأبين لك لما، وسأرجع إلى الماسونية وسألحقكم كذلك بالعالم الذي قلت الملوك وكبار، النقطة التي بها بدأت في غوص الأسرار. غير ابقى معايا، أنا كنمشي هنا كرجع لك لحكمة بإذن المولى جل وعلا. قلت افقه معي وسجل وعقل، رانا ما كندوخكش، راني غادي معاك لان هناك اشياء اسال الحمد لله تعالى على هذا الصرد وعلى هذا الطرح وعلى هذا الترتيب الذي هو من الله عز وجل، فابقى معي باذن الله تعالى. قلت ان الحلقه الاضعف بين عالم الشياطين والعفاريت والمرضى والابارسه وبين عالم الادميين بطاقاتهم ونورانيتهم وقل حتى بمعاصيهم هم الطبقة العظمى الأكثر من شياطين أبالسة والأكثر من آدميين هم الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هم من قدمهم الله وهم الأكثر وهم الحلقة الأضعف. وإذا بينت لك هذا وسطرت وأصلت له فهمته سوف تكتشف سرا بديعا في العلاج. سوف تكتشف سرا بديعا في العلاج ولماذا كثرة الجن وتعداد الجن ولماذا، وسوف يتضح لك معها سر عظيم. حينما تقول عقدة وتقول قفل وتقول سلسلة، لا تم لا عقدة ولا قفل ولا إنما هم جان العقد وجان وشياطين سلاسل وجان سلاسل سلاسل وجان أقفال، فأنت تدكها باسمها الذي نعلمه، وفي الأصل هم من الأفاعي والحيات والثعابين، ولكثرتهم جعلهم سلاسل وعقاد وأقفال وجعلهم حصون. وسأبين لك هذا بأدلة قديمة وبأدلة حديثة بإذن الله جل وعلا. أعطيني عقلك شوية وتمهل معي يرحمك الله، فالأمر الموضوع عظيم جدا. الأمر ليس كما يظن الناس، جن جن جن، شيطان شيطان شيطان، حي حي حي، وصراخ وماسونية والسلام. لا لا لا، الأمر أعظم من هذا بكثير بكثير. الأمر أعظم من هذا بكثير بكثير بكثير. عقدة يعني خادم. دابا نقول لكم شوف، كاين بزاف الحوايج خاصنا نبوحوا بهم للناس، هي عصارة التجارب خاصنا نخرجوها للناس. وهذه النقطة أختي تحتاج إلى درس واحد وقفة، كيفاش الحصون، كيفاش عقدة حية. ونضرب لكم أمثلة بالحالات وأمثلة بالمنطق وبالعقل وأمثلة كذلك حتى يتضح لكم إن شاء الله تعالى هذا جيدا. ولماذا حينما نقول عقدة عقدة عقدة، هل العقدة تستجيب؟ هل العقدة تسمعنا؟ هل القفل يسمعنا ويستجيب؟ أجبني. الجن والشياطين، بل قل الشياطين والمرضى والأبارسة، يجعلون الحلقة الأضعف والوسط في هذا العالم هم الجن. الجن عددهم كثير جدا، الجن عالمهم كبير وكثير جدا. لهذا حينما تلقي الناس ماذا تسمع؟ معظم من يصعد ويتكلم، معظم من يصعد، قوم قوم معي الله يرضى عليك، قوم معي، معظم من يصعد ويتكلم هم الجن. فكر معي جيدا، معظم من يصعد ويتكلم في عالم الأبدان هم الجن ليس الشياطين. وتأمل معي نقطة أخرى، في معظم الحالات حينما تكون الحالة عظيمة ومعقدة
وتصبح تحارب شيطان ماسوني، اتحاد وقوة، هرم، تيجان، عين شيطان، أسحار قوية، في النهاية تفك عقد من؟ المستضعفين هم الجان. يصعد جان حتى وإن قال إن قالك ملك يقول لك جني ملك وليس شيطان ملك. فرق كبير جدا، فرق عظيم، البون شاسع. يقول لك ملك لكن جني ملك، فرق بين جني ملك وشيطان ملك. وأفرق للإخوة تفريقا يسيرا أكاديميا شرعيا حتى يفهموا، لكن سوف نضيف عليه اجتهاد، والاجتهاد ليس مني إنما من واقع الحالة والبحث. حينما نقول الجن فيدخل فيه المسلم والكافر، حينما نقول الشيطان كافر محض 100%. هذا التفريق مهم جدا حتى العقول تستوعب ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى. حينما تقول جني فيدخل فيها جن مسلم ويدخل فيها جن كافر، حينما تسمع شيطان فهو كافر بلا خلاف، ليس فيهم صنف يسمى مسلم. يقول لك شيطان إذا كافر، قد يكون لا يؤمن بشيء، يؤمن بإبليس، قد يؤمن باليهود، يؤمن بالنصارى، يؤمن بذاته، يؤمن بالشهوات، مهم أنه لا يؤمن بالله، لا في ليس فيه مسلم قط. لكن حينما تسمع الجن قد تسأله ما ديانتك، يقول لك مسلم، ظالم، مستضعف، يهودي، نصراني، ممكن علم. وفي داخل الجن الكافر والمسلم هم الحلقة الأضعف أمام الشياطين. وتقول لي لكن هناك قاسم مشترك وهو أن الشياطين كلهم كفرة والجن فيهم كافر في المسلم، إذا الكافر يكون قريب من الشيطان. لا، لأن هذه تدخل في خاصيات التي جبل عليها في الرتب التي تعلمها الشياطين بذاتها والجن بذاتها وفيما بينهم. وصلت الرسالة؟ باش نأصل هذه النقطة باش نطلقوا، فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ ولا نعودها؟ مهم تفهم هذه النقطة، خاصك تفهم تستوعب. وأظن هذه لا خلاف عليها، اللي غيخالف فيها إنسان جاهل لا يفقه قواعد الشرع وقواعد التجربة. علم، مفهوم الكلام إلى الآن؟ مفهومة مزيان واضح. إذا نقطة، داخل الجن هناك فئة كافرة، قلنا الجن مسلم وكافر، مزيان. أعطيني عقلك شوية، هذه شوف لك تي عندك قدرة على الاستيعاب والفهم، غادي يعيش بك هذا المجال وغتبحر فيه، غتولي يعيش بك غتبحر فيه، لأن غتعتبره ماشي جهل، أنه فيه فعلا أدوات وفيه أشياء راقية، ماشي الجهل، لا، هذا علم فيه أشياء راقية جدا وقيمة وغالية ونفيسة وتوافق الشرع والعقل والمنطقة والبحث، ولكن لمن له بصيرة. اسمع جيدا، أعيد هذه النقطة لأهميتها حتى يستوعبها الناس. لا، ليس رجما بالغيب يا أخي، هذا ليس رجما بالغيب. أنا أقول لك كل ما أقوله مستنده كتاب وسنة ومنطق وعقل وشرع وتجربة، ليس فيه رجم، ما قلته ليس فيه ذرة رجم بالغيب. هذه قواعد أقرها الفطاحلة والعلماء والكبار. إذا كنت ترى رجم الغيب فأنت جاهل بقواعد الشرع وجاهل بهذا المجال، فوجب عليك أن ترجع للأبجديات والأمور الأولية الأولوية، يعني الأمور التي فيها بداية هذا العلم تدرسها وتقراها، ومن بعد ممكن تلتحق بينا لأن النيفو طالع شوية عليك، فهمتي؟ سير قرأ العين والحسد والسحر والمس والفرق بينهما، وقرأ الجن الشيطان الطيار والغواص وما أحوالهما، ثم اجي تحقق بعد الجامعة، تبقى خاصك ترجع للابتدائي، صافي؟ يلاه سير الله يرضي عليك. ولا ريح تربع وخذ ورقة وستيلو وكتب، وفي العشية سير راجع باش تفهم مزيان باش تلتحق بنا إن شاء الله، تكون إن شاء الله مجتهد إن شاء الله. عندك ضعف شي مواد، الله يرضي عليك. المهم، هذا الشيء اللي خاصه بشمس العشية، على العموم، الله يهدي مخلوق. مشكلة، الله يهدي مشكلة. ليلى مشكلة، الأحلام جاك ليا، لا إله إلا الله، وصل، تلقى حياته كلها دوزت أنا غير جن جن جن، حياته غير ديك جن جن تلقى دوزت حياته، تلقى عنده 7 سنين ولا 10 سنين، ولا حياته دوزت غير جن، ولا كنقط في الميكرو، حياتك كلها كنقول اتق الله،
حياتك دي مستغرب موعظة. الله المستعان. المهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان والله إذا كان كنا راشقة ليا وغادي زوين كيجيو يكدروا لي الجو ديالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله فيك لنا. يهديكم الله، يهديكم. فيك لنا الإخوة والأخوات، الله يحفظك، الله يهديك، الله يهديك. والله أحبكم في الله، والله هادشي كنقول لكم، لا أقسم بالله من القلب. هادشي سير عرضوا على العلماء، أنا كنقول عاوي الحمار، سير عرضوا على العالم، ولكن بشرط عرضوا عليه من الألف إلى الياء، وعرضوا عليه محاضرتي كاملة، وعرضوا عليه منهجيتي كاملة، دروسي كاملة. أقسم بالله الريح حط 15 و20 واحد، وبكامل الاحترام لهم والأدب، وأناقش معهم القضايا، ولكن بشرط، أنا كنقول بشرط، أعرض عليهم الحالات والمواقف والخوارق والأدلة والدروس و وأعطيه، أعطيني ذاك العالم 3 أيام 40 يبقى معايا سيمانة، وما نكونش أنا ودخلوا عندكم، شنو يقول لكم؟ يقول لكم جزاه الله خير. أنا كنعرف راسي مزيان، ما كنخربقش، لست مخرف ولا مبتدع، أنا فاهم مزيان، كان كنعرفش كنقول. الله يجزيكم بخير. نرجع ل اللي تلفنا والله. نرجع الى غنجبد، انا غنرجع راسي باذن الله. قلت الجن، الجن فيه مسلم وفيه كافر، ابقوا معايا في هذه النقطه. هذه الجن، التعريف الذي يقوله علماؤنا ساداتنا كبارنا، الجن فيه مسلم وفيه كافر. الشياطين كفار، فجار، ضلال، فساق، سحرة، مرضى، وهكذا. الشياطين أعلى رتبة، الجن أقل رتبة، مع أن في الجن يعني غير مسلم وفيهم ملوك، ولكن المقام ديال الشياطين أعلى من مقام ديال الجن في البطش والطيش والجهل والسفه والاذى. اسمع مزيان، وهذا حتى اعتراف شرع، تعريف شرعي. مقام الشياطين والمرض الابالسه اكثر واعلى من مقام الجن من ناحيه الاذى والتسلط والسحر والنديه والكفر لقربهم من الشيطان ولقربهم من ابليس. وهناك فجوه، تجد عالم هو الجن لكن ينسب إليهم، ثم بعدهم الإنس. الحلقة الأضعف قلت هم الجن مسلمهم وكافرهم، لأنهم في رؤية ومشاهدة ومطالعة مع عالم هو منهم وفوقهم، وهو الشياطين، ويريدون أن يقحموهم في الأبدان ويستعملونهم، فقد تكون الأذية من الشيطان إلى الآدمي مباشرة. ولهذا قلنا الحق الأبعض هم الوسط الجن، ولكن حتى مع علو الشيطان حتى يصل إلى الآدمي قد لا يستطيع، لما حب الله به آدمية الإنسان وتزداد بالإسلام، خص الله بها محبة وجنة لامة ووقاية كانت في السماء، وازدادت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فحتى اقتحامهم مباشر حتى يبعدوا عن عالم الجن يصعب عليهم في كثير من الأحيان، فتصبح الحلقة الأضعف بالإكراه والإلزام هو قوتهم، على الحلقة الوسطى هي كثير من الجن، كان مسلم أو كان كافر، قد يكون مسالم، كافر مسالم، مسلم مسالم، في عالم الله خلقه وفطره عليه أنه يحيا حياة، سواء كان على الإسلام أو على غير الإسلام، لكنه في بعد عن الأذى. اسمع جيدا، لهذا الجن في الغالب لن تجد معه مشقة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لكن تعرف المفاتيح القلوب، كيف توصل الرسائل. العالم الوسط يعيش في طبيعته في سلم كالإنسان، ذاك الإنسان في الأرض وذاك في عوالم تعالى يراها ويعيش فيها، الله يعلمها، والشياطين كذلك تراها وتعلمها. احط معايا النقطة وعقل عليها، الله يرضي عليك. هم وسط، الشياطين لهم عالم سواد وعالم أسحار وعالم قتال خطير جدا، في هذه كأنك تشاهد فيلم
يعني رعب خطير كبير، فيلم للعبيد، فيلم للاستعباد، فيه سجون في باطن الأرض، فيه سجون فوق في المجرات، كأنك تشاهد فيلم علمي، فيلم فيه خوف، فيلم قديم، فيه في أغلال، فيه سلاسل، فيه استعباد، فيه قهر، فيه قتال. هذا العالم تقريب لعالم حقيقي يعيش فيه الجن الكافر المسلم مع الشياطين. السطو، الغزو، الحرب، الاستحواذ، الأسر، الرجم، الخطف، يعيشونه فيما بينهم. شياطين تنزل بكامل ثقلها وقوتها على فئة مسالمة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. والجن في الغالب تعيش على جماعات. الجن في الغالب تعيش وفق منظومة أسرية أو جماعات، عكس الشياطين. عكس الشياطين، الشياطين تعيش في شكل قطاع طرق والسلب والقوة، وكل واحد ملك لذاته وملك لقوته وملك لرأيه، وهكذا لا يؤمن إلا بذاته وهو رب نفسه، إلا طاعة لإبليس انقياد للشيطان الأعظم الذي يعبدونه. عكس الجن، الجن كافر ومسلم يعيش في منظومة، يقول حبسني يا ولدي، حبسني، أنا مزوجة، هذاك راجلي، هذاك ولدي. الشيطان هذا شيء عنده نادر جدا، نادر يكون نادر. كأنك تذهب للغرب مثلا وتشوف المتزوجين، تلقى زواجهم بطبيعة الإسلام يختلف تماما، والمواثيق والعهود التي تربط الزوجين عندهم مختلفة تماما، والقرب والأنس تمام، والأسرة على قالب الأسرة وعلى الأسرة يختلف تماما، مع أنهم آدميين وعندهم حس وإحساس وعندهم عشق وعندهم حب وعندهم عاطفة وعندهم أمومة وعندهم، ومع ذلك يختلف. فما ظنكم الفوقية في الكفر بعد الشيطان الأول جنوده من الشياطين والأبارسة، الذي لا يؤمن بالخير قطعا، لا يؤمنون بالنور أبدا، ولكن عينهم على الخزائن والدفائن، ألا وهي عالم الجن. اسمع مزيان ماذا يقع. عالم الجن، حتى لو كان شي واحد دابا فيه الجن راه كيفهمك، اسمع معايا. عالم الجن للأسف، لهذا أقول لكم كونوا رحماء بالجن. إذا استشعر منك الجن فهما يبكي، تحس بالإنسان اللي كيبكي وهو الذي مستضعف يبكي. إذا استشعر منك الكلمة الطيبة يبكي، وإن كان يبدو مكابرا معاندا ضالا ظالما يبكي. أو تجد الرحمة أو السكينة في قلب ذاك الإنسي أو الإنسية، تجد نوع من السكون أو نوع من الخروج إلى الحياة، إلى النور، إلى الشفاء أو إلى الإسلام، أو نوع من الدلالة على الكبار. كبير هنا يعذبني، يفر منه ويتبرع منه ويدل عليه، كبير هنا يحبسني. هنا بدأت تفهم نسبية الفرق بين شيطان وبين جان مسلم وكافر. ولهذا يكون في البدن كبير، وتجد أن الجن كثر، خدام، واحد مع خمسة، مع ستة، مع سبعة، وتكون معه أمة، لكن كبير. أو يكون كبير ومعه جنود، وكبير آخر في البدن، لا يمنع أن يكون كبير ومعه جنود، وكبير آخر معه جنود، لكن كبيران اثنان عظيمان، لكن الجنود كثرة. إذا الجن الحق الأكثر والأضعف، فيصبح يسحر كما يسحر الجن كافر ومسلم، يسحر كما يسحر الإنس، يسحب كما يسحب الإنس، يسجن كما يسجن الإنس، يهدد كما يهدد الإنس. وسأبين لكم، تقع علي هذه الأمور بالإكراه. هناك من يتبعهم بإرادته اتباعا للهوى وللشهوة وللعهود والوعود والأماني، كين هناك من يتبعهم يعطونه صفقات،
تكون لك هذه وتعيش معها، ألا ترى جمالها هذا كذا. هناك من أو يكون فيه طباع مشتركة عند الإنس، عشق، ندية، عدوانية، حسد، عاطفة وما شابه، فتستغل عنده تلك الأمور المكنونة بداخله سلبا أو إيجابا، وتراها الشياطين فيه وتراقبها وتقيسها فتوظفها بالتحايل عليه حتى يتمكن من وتمكنه هي من البدن، وتفتح له الباب في البدن، ويصبح التضارب ما بين نفسية الجن ونفسية الإنسان، حسد الجن على الإنسان، عشق الجن على الإنسان. ولو فهمت هذه المنظومة رأيت أن الحالة سهلة، تحتاج إلى ترتيب فكري ونفسي وإلقاء وعظ وما يناسب بإذن الله تعالى. لكن تتفاجأ حينما يقال لك أنا معقود. السؤال، كيف تكون العقدة؟ وقلنا العقدة تكون من الجن، هو جن، هل جن عقد جن؟ هذه أريدكم أن شو عندكم هنا وخزنوا الجواب وغيب لكم دابا. الجن الشيطان حيله حتى يقحم الجن في البدن كثيرة جدا، في الغالب لا تكون من ذاته، في الغالب لا تكون من ذاته. وكيف تكون؟ تكون بأمر. كيفاش بأمر؟ ممن؟ بأمر من يعظم شأنه، أو ممن يعظم من فوقه. شوية أنا أشرح لك كيفاش، أنا أشرح لك سهل. الشيطان، شياطين تحت الشيطان، ثم كاين رتب ديال الجن، مسلم وكافر، ثم كاين الإنس. هذا هو العالم اللي كنعيشوه، كاين الله، الملائكة، كاين شيطان، كاين شياطين أبالس مرضى، كاين الجن المسلم والكافر، كاين الآدميين البشرية الإنسان، كاين الطير والحيوان، كاين الحيتان، كاين القرش، كاين التمساح، هذاك عالم آخر. كنتكلموا على الذي يعقل، كنتكلموا على الذي يعقل المكلف، حتى الملائكة هي غير مكلفة. احنا كنتكلموا على الخلق المكلفين بشرع الله، الذين في حقهم الجنة أو النار، الذين مأمورون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه أقسامه، شياطين، شيطان، إبليس الأول الذي هو الوحيد، الذي أنا أقوله وأكررها، هو الوحيد من المنظرين. ما يجيش راق يقول لك واش أنت غتسلم إبليس، أنت غتسلم إبليس، واش إبليس غيدخل الجنة. هذا الجاهل، هذا كلام الجهل، كلام لا يعقل، من لا يفقه. إبليس واش غيخلي عرشه غيدخل في امرأة؟ ابليس غيخلي العرش ديالو غيجي يدخل غير فادي، منذ ان خلق الله السماوات والارض هو ناعس كيامر، غيجي غير عندك السيده ويقول لك انا ابليس. هو اللي يقول ابليس، يعني هو ذاك ابليس اللي كيقصد الله عز وجل. انت مسطي والحمق، باي عقل تفكر انت، باي منطق كتفكر؟ ابليس خلى العرش ديالو والسماوات والاراضين والملوك والخزائن والدفائن والاصحار والبحار يجي باش يدخل ليا في عيشة، ويدخل ليا في رقية، ويدخل ليا في المعطي، ويدخل ليا في الجلالي. شكون اللي قال لك هذا الكلام؟ من قال به من أهل العلم أو من أهل الفكر؟ لا أحد، هذا كلام الجهال. وقالوا أنني قلت، أنا جاء عندي نفحمك، أنت قلتها أنت وقاله جهال نسبك، كتجمع الجهل. أما أنا بزاف باش نقول هذا الكلام، لا يستقيم لا مع شرع ولا مع نقل. إبليس تحته أبالس بمعنى أتباعه، والقاعدة الشرعية تقول هو الوحيد الذي من المنظرين. لهذا كان علم الرقاد من يطلع شيء تقول لك أنا ما أسلمش أنا إبليس، قل له لا يا حبيبي، أنت تعتقد وتزعم وتشعر بالنشوة وافتخار أنك تنتسب إلى سيدك، سيدك في حد استثناء لا مناص ولا فكاك عنها، هو من المنظرين أن يلقى الله تعالى ويدخل جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي
عليكم من سلطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يخطب فيهم خطبة في جهنم، هو يعلم الحقيقة. إذا ما يجيش إنسان ويقول يتبغي يتسلم إبليس، هذا ضرب للعقيدة لصريح القرآن، هذا كفر بالله، هذا جهل، هذا افتراء على أحكام الله وشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا. ولكن في المقابل لا يمكن لراق أن يقول هذا الجني، أنا أقولها من هذا المنبر، أنا أقولها وقيد عليها، ما من جني وشيطان يخترق أبدا إلا ولا يستحيل في حق الإسلام. وكنتكلمك بقواعد شرعية، وكنتكلمك بقواعد فقهية، وكنتكلمك بقواعد علمية وعملية تجريبية، اسمعها وقيد عنك، أقولها، ما من جني وشيطان يخترق أبدا إلا ولا إلا لا يستحيل في حق الإسلام، بمعنى إن كان سبق في قلب الإسلام سيسلم، أما الامتناع فغير وارد شرعا، يرجع إلى حكمة الله البالغة وقدر الله ثم اجتهاد الراقي واجتهاد المصاب في تحبيب الإسلام أو فك العقد على القلب وعلى العقل بفضل الله عز وجل، حينها بإمكانه أن يسلم وأن يثبت على دينه وأن ترى منه العجب العجاب. إذن هذه كذلك وجب أن تكون بفضل الله تعالى واضحة وجلية بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. طيب، اسخف في شي شيطان وقيل اسخف، ما بغيتش نتكلم على شي. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنا أن أرتاح شوي يمكن. الله المستعان، الله العظيم، لا حول ولا قوة. بل اليوم ما زال باغي نكمل، انا خصني نكمل، انا باقي يلا دخلت في الربع، يلا درت لكم مقدمة، باغي نكمل واحد الموضوع ان شاء الله ونجاوب على الاسئلة باذن الله. اي نعم. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. باغي إن شاء الله نكمل الموضوع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، شوف الناس ستفهم أن الرقية فيها بزاف د الحوايج. كنحس بالتعب، عييت ومعت المكيف حدايا كيخبط فيا. تيك توك ما شاء الله. نعم، لكن ماشي مشكل، عطينيش تيك توك تكون فيه تعليقات عجيبة، لأن معظم الناس متابعين السنين تيك توك. دابا الناس يعني هاد الناس كتعامل مع جداد وكيبان لهم الناس كيدخلوا، جزاهم الله خير، لكن اللي كيتبعنا السنين فاهم الكلام، حيت الناس ما تأصلوش تأصيل علمي في باب الرقية الشرعية وباب عالم الجن والشياطين، وملي كيسمعوا الكلام كتجي إما كيسمع دقيقة وكيخرج، أو لا كيبقى يسمع ما كيفهمش، يظن أنها تخربيق. اللي كيسمع دابا الأمور كيجي شي غريب، هو شو شي كاين، لكن لا تابعك وسمع الخوارق اللي في الجلسات والشيطان شنو كيعمل، كيغير الحقائق، كيغير العظام، كيغير الجلد، كيغير لون العينين، كيجيب السرطان، كيشوف الشلل، لما غادي يشوف كيف يعقد على البطن وكيفاش يقتل غير الأجنة ديال الذكور دول الإناث، كيف يسقط الأجنة، كيف يعطل الثقافة ويعطل الجماع والربط على الأزواج، كيف يجعل البلاد في العقول، كيف نتكلم عن عقد القلب التي تكون على الجن، في حينما تفك بالرقية يسلم على العقل فيتدبر. خلينا ندخلوا، باغي ندخل ليه دابا في مسألة العقد، لأن نقطة قلتها وبقي ما شرحتهاش، كيف يكون الجني هو عقد، وإذا سلمنا أن الجن هو العقد فإذا كيف يكون الجن معقود، هل الجن معقود بجن آخر وعلى شكل عقد، هذه كلها لها أجوبة، ماشي عنها إجابات دقيقة بإذن الله، نفهمها الراقي أقسم بالله غيولي يشوف بإذن الله تعالى الحالة كأنها كتاب، غير كيقلب الصفحات، تحتاج فقط النفس والقهوة والطرق، وغيسمع في النهاية الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
ليه ما كيفهمش هذا الشيء؟ ما كيبقى يخربق. هي راه العلاج خاصو يوصل ليه من الزاوية 90، هو كيمشي ليه بالزاوية كذا، خاصو يمشي ليه بالطريقة كذا، هو كيمشي كذا. الجن ما كيتفاهمش معاك، يقول لك قربتي توصل ليه وقربتي تداويني هربتي. كيتسجل كيقول لك بغيت نتفاهم معاك ما تفهمتيش معايا، قربتي تشدني قربتي تحلني مشيتي لجهة أخرى. حتى هو كيقول لك ما فهمتينيش، ولو ما كيتكلمش لكن بالحدس الذي عندك والعلم كتقول علاش كنقول مثلا الانسان ما كيتحركش، وكتبقى واحد النقطه بقات تعاود كتحس بيها الزيتين. عندك حدس، عندك دراسه بفضل الله عز وجل. اما اللي حكيت لكم هذا كنت في اليوم مع قصه تكلمت معي المراه قبل قصه السجود، وحينما لقت لي ذاك الساحر راه كانت تعطلت، كنت كنتكلم معها في التليفون وتحكي لي ماذا حصل وكذا وكذا، قالت لي بعد خروجك وبعد كذا. وهذه حتى لجنه القصه غتعرفوا ما كاينش تخربيق في الرقيه، كاينه معطيات، كاينه امور سبحان الله. لهذا نحمد الله عز وجل على هذا العلم. نفس الكلام اقوله عندما تكون تلقي، نعم سبحان الله. طيب تكلمنا عن اطعام المنام وآلية حدوثه. طيب الاطعام المنامي باختصار، شنو الناس اللي كيتبعوا اول مره او الناس اللي ما فاهمينش نشرح لهم بدايه باش شنو هو الاطعام، ماذا يقصد بالاطعام المنامي. وهو انسان ذكر او انثى، رجل او امراه في النوم يرى من يطعمه، يرى، ابقوا معي الله يهديك. طيب انت اخوي القران، انا اخوي بلغيت، قال لك يدخل لك براقي وبالقران، كتلقاه مريض مسكين. قال لك يدخل براقي الا من رحم الله، كيدخل براقي معالج قران رقيه سنه ابو، كتلقاه مسكين الا من، الا اللي الله تعالى زكاه وطهره وعنده السلامة، تلقاه مسكين. اش دابا هذا حرام مع هذه؟ انت واش تمسطي؟ انت واش تحمق؟ يعني هذا القميص حرام مع اللحية؟ سير قلبك على شي سبيطار، سير قلبك على شي سبيطار، دير اللي انت يوقف. الله يهديك. تكون والله تحمقني تنضربك انا قول شوف عندي في كاين المشكل، انت واش تم مهبول ولا ماك؟ بحال واحد لقيت يلبس واحد السروال احمر كوتشي ورا العلامه خرجوا ليا من كل جهه، يا هذا لباس الفساق ولباس الضلال، وقالوا ادخلوا جهنم ولم يثبت، ولباس الاحمر وكيف لك ان تلبس الاحمر وغوتشي والاحمر والشيخ والاحمر، وحدين مشاو ليا بقاو يزوميو وعلى العوره كاع. انت واش تمريض؟ الا كنتي مثلي سالك الالمانيا راه تما كاين حقوق. نقول لك كنتي مثلي قلب على الصباليون، سي لاليمان، سي الصباليون، سير قلب. الا كنتي عندك شذوذ فكري سير فرغوا جهه اخرى، ما تبقاش تزومي على العورات ديال الناس، راك مريض. والله لا تستطيع، والله لا زولي على فخذي وكتبك وشوفهم هو مزير عليه، حكم نقول مالي تفشيت ومالي ضعفيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم بارك عليهم، رجعوا للإطعام المنامي. الإطعام المنامي، الإطعام المنامي، لا والله العظيم باش يفهموا مزيان راسهم، ما بقاوش يتحمقوا علينا. يعني أنا سهل ممتنع، الناس كيعرفوني بأخلاقي بطيبوتي، لكن راه نعطيك كلام ادب ونوصل لك الرساله، وهذه راه في حدود الصف الاول، الصف الثاني والثالث غتلقى راسك في مشكل. المهم قلنا المساله ديال الاطعام المنامي. الاطعام المنامي اخواتي هو نقول لكم العلاج، شنو هو العلاج ديالو. الاطعام المنامي هو ان امراه او رجل في المنام يرى ان انسان شخص يطعمه مجهول لا يرى، او يرى مخلوقات، او فقط يشعر كان شيء دخل في جوفه وكيستيقظ او لكن يبقى ياكل، او احيانا يرى مخلوقات غريبه، اما يراه على اشكال الجن بتشكلهم، او حين يرى انس
أو أحيانا يرى هو من نفسه جالس كي يأكل بدون ما يكون مع حتى واحد، أحيانا يرى فقط أن الشيء يشعر فقط أنه قد امتزج مع جوفه ودخل، أحيانا يلا كتحط في فمه كيفيق. هذه الأشياء اللي كتتكرر كتكون مصاحبة لما يسمى بالسحر المأكول والمشروب من الجن، هو الإطعام المنامي. لاش كيدار؟ يصنع هذا الإطعام المنامي من أجل تقوية حصون الجن، ومن أجل تقوية كذلك العقد عند الجن. ورجعوا معايا للحصون العقد اللي كنقولوا ديالاش ديال الجن، تابعنا تابعنا خصنا نشرحوا لكم. فمن اللي كيطعموك هذا الجن او قل الشياطين او قل سحرة الجن او سحرة الشياطين على اختلاف ما يرتبط بالبدن، فقد يكون شيطان ساحر او جني ساحر او جنية ساحرة او شيطانة ساحرة. فحينما يأتيك بهذا السحر في المنام، الغاية هو بقاء العلة وإضعاف الهالة وعدم السير بقوة في العلاج، أو أن ما تصل إليه يرجعونك إلى القهقرة وإلى الورى بغاية بغية، وغاية أنهم يقوا دائما مساسة والسادة والأقوياء وفق العهد والوعد لإبليس والشيطان والساحر. اللا علاج، اللا فك لحصون، الا استسلام حتى لا تضعف قواهم وتضعف قواهم، يصرون على هذا السير. اذا هو وسيله قويه خبيثه من الجن ومن الشياطين على بقائك مريض، وهو انهم يواصلون بالتناوب وبالقوه مع احيانا مع التحصين الذي تأتيه قبل نومك أو تأتيه في ليلك ونهارك وقراءتك لكلام ربك، يحرصون على تجديد أو يحرصون على غفلة أو أيام دورة وما شابه. الغاية عندهم أنهم يزرعون سرا جديدا كي تبقى العلة وتبقى الساسة والقادة والملوك في نقاء وسلم، لا يصل إلى أذى القرآن وأذى الرقية وأذى الاجتهاد وأذى الصلاة والصيام والقيام. إذن هذا سر خطير وجب أن يتوقف حتى تتجلى آثار العلاج بإذنه. فالتخلية قبل التحلية، أي التطهير والتصفية والتنقية، حتى تجلى سمات البر والبشر والنور والجمال والتقاء في باب العلاج. إذن علم أنهم شياطين وأنهم سحرة، ولماذا يصنعون هذا؟ فما هو العلاج إذن؟ بعض الناس بينا أنهم يأخذون العلاجات للاستفراغ، وهي نعم قد تكون نافعة، لكن أحيانا قد يكثر منها ولا يخلو شيئا، لأن هناك من يعقد على هو الذي جاء بالسحر ويسحرك يعقد على بقاء حتى لا يخرج أبدا مع القرآن ومع الاجتهاد والرقية. لكن حينما تؤكد على رقية قوية للمأكول والمشروب، وإذا وقعت على جنس ذاك الشيطان سواء كان طيار أو غواص يهود نصراني، ولهذا امتزاج وهذه الصفات وهذه يعني الكلمات مع نوع السحر المتشبث، يسهل وييسر الوصول الى العلاج. علاج، اسمع مزيان هذه النقطة أيها الراقي على وجه الخصوص، حينما ترى أن إنسانا يشتكي من أذى أي علة كيفما كانت، وتبدأ في علاج العلة، مثلا الرب تقول على الجماع على الفراش على الوقت على كذا، الألفاظ تناسب، تقول مثلا على المأكول والمشروب، المأكول في المنام، المشروب في المنام، السحر وهكذا، ولكن حينما تردفها وتلصقها بها بيهودي ساحر نصر وترى ينتفض، حين لمست شعرة وخيطا رفيعا، وحينما تقول طيار، حينما جاءت باليهودية وتأثر، ثم بالطير وتأثر، والأصل عندك هو المأكول والمشروب، أو حاسد وربية أو تأثر والأصل عندك هو المأكول المشروب، فاعلم أنك سوف تمسكه وتخنقه ويصرع صرعا ويخرج يتكلم معك. فعلاج هذا هو إضعاف من يسكن في البدن ومن يسحر في البدن، وبصعوده وإنطاقه وإرغامه وإذلاله أو توبته وهدايته، حينها بفضل الله تعالى يقر بجرمه واعترافه فيتوقف هذا. فحينما يقف سوف تأكد أنه سيقول لك ما أنا إلا باب لتعطيني علاج أو مال أو لكبير، حينها يوقف أول عهد أنه يوقف هذا السحر، فيفتح لك بابا للوصول إلى الآخرين الذين جعلوا هذا الساحر وفي بداية فوت المدفع، في بداية الحصن، في الباب، في المقدمة، حينها يسهل عليك بداية العلاج. علم علم.
بداية العلاج، يلا درتي بداية العلاج، أي يلا درتي يا سيدي الخطوة في بداية العلاج، وقفت شي باش تقول بسم الله، أي حيت ما جيتي لهاد الرتبة إلا ومعك كبار، ولا نقول معك الكبيرة، أمي الكبيرة، الله يرحمها مسكين. طيب، يلا خير إن شاء الله تعالى. كاين بعض الناس كيقول لك كيفاش نعالجوا مثلا هاد السحر المأكول والمشروب. انا شوف، انا كمعالج نقول لك هناك علاجات كتعاون، ولكن الاساس اخواني واخواتي هو الرقية. الاساس هو الرقية، الاساس هو الرقية، لان هذاك ساحر، شيطان ساحر او شيطان ساحرة، يأتي بالإطعام لغاية في ذاته وفي الغالب لمن خلفه ومن معه. فيجب بإذن الله صلاة العشاء يا شيخ، صليت العشاء، أنا صلاة العشاء، أنا صليت العشاء. طيب خير إن شاء الله. طيب أنا مسافر، صليت العشاء. طيب طيب كيف أتغلب على الملوك الغواصة؟ طيب بالنسبة للغواص بالرتب، سواء كان ملكا شيطانا أو كان جنيا، غير لما كتقول الملوك راه كتقول الرتبة، سواء كانت في الجني أو كان في الشياطين، هي في الشياطين كما بينا كتكون أعظم وأقوى، مفهوم؟ بس ما كتقولك شيطان، كيقولك لا خلانا إبليس، كيقولك أنا مارد، راه ما كيقولكش هاد الألفاظ هكذا، باش تكون خاص، راه حق للمعالج أن يفرق، لأن يعني ملي كيعطيك واحد الاسم راه تلقائي كيفتح لك واحد الخانة كبيرة جدا، واحد الفوارق كتعرف كيفاش تمشي، كيفاش تخدم، فهمت كيف؟ فالملك الغواص، الملوك بصفة عامة، يجب التعامل معها بشيء من الرقي. أنا ملي كنتكلم بهذا الكلام ماشي تعظيم للجن، ولكن تعظيم للعقول. لما كنتكلم معكم بهذا الأسلوب كنقول لك الملوك، بداية تعاملك مع الملك تكون نوع من، ليس التبجيل أو نوع من التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حينما أرسل إلى عظيم الفرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الرسالة بكلمة يليق بمقام الملوك إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس. فهذه كلمة عظيم ليست عظيم على حساب الدين، ولكن فيها تحبيب، وهي ذكر الصفة والمقام لا أقل ولا أكثر. فما أيام مزيان يعطي عليك، بعض الناس كنشوف الجهال في هذا الباب كثار، وبكثرة شبعت من الجهل تاعهم ما كنلتفتش لكلامهم نهائيا، لأني شبعت. كنت في اللو كنقول ولا خصو يكون فاهم، لا وليت كنعرف ان الفهم قليله، حيت اللي بغى يفهم راه خصو يفهم، حيت ما خصك تغوص تكون كتعرف، ولا عنف عنف الكشكوشه ولا غيجرك الواد. وشحال من واحد جر الواد، مشى مع الزهريه ومشى مع الاميمه ومشى مع، والكلام كثير. فالذي وجب ان يعلم، الذي وجب ان يعلم، سمعوني مزيان، وقلتها في أكثر من نص، سألتني عن الملوك الغواصة وغنجاوبك، من لم يوقع
يحقر الإنس ويعظم مقامهم ويتقرب إليهم ويكسب أفئدتهم لا يصل إلى الجن. ما غير يوصلش للجن. ما يمكنش في الامتحان العملي اليومي فشلتي فيه وغتمشي لامتحان نسبي لا تعلم ولا تغوص فيه. المقامات هذه رب الأرض والسماوات شرعها وبينها ورتب عليها أحكام، الأب مقام، الأم مقام، الخال مقام، الخالة مقام، الصديق مقام، الجار مقام، مقامات، الإمام مقام، القائد والرائد مقام، كل هذه مقامات. فعليك أن تحسن، عليك أن تجيد فن التخاطب والتحاور والإلقاء والقدر والمقام، ولكل مقام مقال. هذه قواعد، ما يمكنش، خصنا نعلم الرقاص ديالنا كيفاش تكون عندهم سعة الإدراك والإلمام في أحوال النفوس البشرية والعالم الآخر. إذا تحتاج أنك تجلس تتعلم الفراسة، تحتاج تتعلم النظرة الثاقبة، تحتاج تتعلم كيف تشكل خطابا ساميا راقيا عظيما جوهريا يليق بقدر وبمقام. الأم عندها مقام، الأميمة عندها مقام، المربي عندها مقام، الملك عنده مقام، الذي يقول أنا ربكم الأعلى. شوف قمة الذي قال أنا ربكم الأعلى من الإنس، فذهب فقولا له قولا لينا لعله يذكر ويخشى. هذا إنسان قال أنا، فما ظنكم بشيطان وبجان يقول لك أنا ربكم الأعلى، تسبه وتلعنه وتغضب عليه، وانت كتغير إيه، وماذا وصلت وماذا قدمت وما هي النتيجة؟ صفر، لأنك صفر. أصفار، لأنك حتى أنت أصفار، ما استطعت وما حاولت وما أخذت بالأهبة والعدة والأسباب التي تغلب معها الكفار، ترجح معها الغلبة لدين الله عز وجل، حتى ماشي ديك الأمع لدين الله أولى، وماشي نفسك لدين الله عز وجل. وعيب انك ماشي عيب انك ما تتوفقش، ولكن عيب انك تبقى ما كتوفقش. خذ قاعده، ماشي عيب انك ما تتوفقش، ولكن العيب انك ديما ما كتوفقش او في الغالب ما كتوفقش. اذا فيك خلل، لانك لم تفقه القواعد الشرعيه في المقامات، ماشي المقامات الموسيقيه وقماقات التجويد والغناء أو الترتيل والتجويد، لا، مقامات السلوكيات والنفسية والرتب التي كان يحث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي خاطب بها قادة الأوس والخزرج واليهود. وانظر في السيرة تجد فيها أحوال عجيبة وغريبة، ونحن مطالبون أن نسير على سيره صلى الله عليه وسلم. إذا تسألوني أخي الكريم عن كيف نتعامل مع ملوك الغواص، الملك الغواص، بداية كيف تعاملت أنت مع الملك سواء كان غواص أو كان طيار؟ هذا هو الشق الأول. وشتم عارفين أن بعض الملوك الذي منعوا من الإسلام أو منعوا من الاستسلام أو من هو أنه كيصحابك أنت غتهزمه، أنك بغيت تحيد ليه الملك، أنك غدله قدام الحاشية ديالو، انك ما فهمتيش ان الاسلام راه ماشي هو انني باغيك تولي ضعيف او فقير او جبان. واش عارفين كثير ديال الملوك ما سلموش لانهم ما فاهمينش، ما لقاوش اللي فهمهم، في حين انك كتفهمو كيسلم وكيصلح الحاله سهله، كتولي يسير بيديه وكيامر خلاص الجنود كلهم سوف يسلمون. كم الحاله مولاها جاي هز الهم، ومولاتها جايه هز الهم، وما بغاش يسلم عند هذا وكيتحدى هذا وما كيبغيش يتكلم مع هذا.
أشهد الله بكلمة يسيرك إذا القدم على القدم، أقول لك أن نتكلم معك. نعم، ما بينوا لي هذا وما قالوا لي هذا. أو يقول لك لا تقاتلونني، أو تقول لا، وحين لا يقول بلسان بالحركات، وأنت تجيب للاسترسال، فتجد في الاستجابة والنطق والكلام والاعتراف والإسلام لله عز وجل. إذن وجب أن نختار الكلمات، والنبرة الصوت تختلف، نبرة الصوت. اسمع اسمع أيها الراقي، من يكون عندك المايك أو الميكرو فيه إيكو فيه الصدى، نبرة الصوت حتى في الخطاب والحوار راح تختلف، ما بين قوة بين لين ترغيب. تعلم كيف تخدم بصوتك، القلب أساس، كاين الصوت أداة. تعلم كيف تحاور، لأنك تكون في واحد القاعة، واحد الجو ملائكي نوراني رباني سماوي عجيب، تجليات إيمانية عظيمة جدا يستشعرها من يعيش بقلبه في داخل الجلسات. فحينما تقف وقف مع الملك، قف كأنك تقف مع ملك بحق، تصورها عيشها. وفضلك الله تعالى بالرسالة، أنك تكون. واحد مرة قال لي واحد الإشاعة وقال أنه رسول، الناس ما فهمش اللغة، وكتقهوك ويجلسوا ويتكلموا عليك ويديروا قهوة، وكان تعجب كلقى اللي كنتي كنظن فيه الخير حتى هو جالس وما أصلش لغويا واصطلاحيا، وما كتعرف، كتقول أنا مع من؟ حتى بقيتي كتوصل يديك كتوصل يديك كتوصل يديك كتوصل يديك، تقول صافي بقى صافي، يد الفلاح نقية، كيلاش بقاو نوصلوها كاع. إذا هناك الإشكال والله العظيم إنه مشكلة. على العموم، فلا بد الاحترام، احترام المقامات، احترام الرتب والمقامات. والله العظيم هادشي كنضحك، احترام الرتب والمقامات مزيان. إذا خاصكم، لهذا كنقول دائما للناس، كتقول لي حالتي استعصت، كنقول لها حاولي انك تحرصي على ترتيب الموعظه. اسمعني مزيان، كنقول لها سيري للقناه وحاولي انك تجتهدي في سماع الموعظه. قول لها غير اعطيني، خذي برايي وسيري بقي تسمعي المواعظ. شو نعطيكم غير مثال، نعطيكم مثال بسيط، نعطيكم انا مثال بسيط جدا، مثال بالواقع، كنتكلموش في شي حاجه اللي غيبيه ولا. بقاو معايا، بغيتكم تبقاو معايا دقيقه. هذا الموضوع كلكم كيعرفوا، هو رساله الى الجن. هذه رساله الى الجن، شافوها الان 391,000. شحال من تعليق فيها؟ فيها 7800 تعليق. المئات والالاف ديال الجن كاتبين اسلمنا. ها هي مئات الاف الالاف، 7800 تعليق، الاف الاف ديال الجن كاتبين هنا بايدي ديال الناس. صعد الجن وتكلم وكتب اسلمنا، سميت نفسي، انا فلان، انا كذا. وهؤلاء الناس كاتبين من جميع القارات. هذا فقط مثال بسيط بسيط ويسير، اسمه رسالة إلى الجن. هاي وقد لا تكون تلك الأمة الكلمة الآن، أن الكبير 7800 تعليق، آلاف الآلاف يخصوا أسلمنا، اهتدينا، أنا فلان، أنا الجني، أنا كنت كذا. لماذا؟ المقام في الكلمة. إن كنتم على الإسلام والإيمان فإني أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنتم على غير الإسلام أقول السلام على من اتبع الهدى، وأبين لكم أن الله جل وعلا أشرككم معنا في هذه الأرض لعبادته، وجاء القرآن يبين لنا ولكم أمرا ما كتسولنيش واحد السؤال، بغيتكم تسولني واحد ديما واحد السؤال، ما مناسبة التسجيل؟ هل دائما سولني هذا السؤال. الرقية اللي كتشوفوها مباركة ومشهورة، سولي دائما سؤال ما مناسبة هذه، لم يكن فيها جني ولا مس
ما كان فيها لا امرأة ولا رجل، دخلت لوحدي إلى مركز القدس وأغلقت علي والله العظيم، وقلت يا رب أسجل شيء ينفع الجن وينفع الإنس. وللإشارة، أنا حينما أسجل شيء لا يكون لي سبق في إعداده أبدا، ماشي جاي وغنقول غنقول هاد الشيء وحطيته لحط ورقة، ما كنقولش أني غنمشي غندير واحد الرقية وغنقول داك الشيء اللي بالضبط بالحرف نهائيا. يعني قلت سأسجل شيء ينفع بإذن الله، فتحت التسجيل وفتح الله علي بهذه الموعظة. أنا غير حطيت التليفون قدام الحاسوب وسجلت في المكتب في القدس وبدأت ووضعتها، فأرى عجب من الناس، أمة من الجن وتعليقات مباركة. مثلا الرقية التي فيها الرقية رقية أخرى سجلتها في القدس، كنت جالس كان معي أحد الأصدقاء، جاءه حب أنه يعمل الأمداح الأناشيد وكذا، قال لي لماذا يا شيخ ما تسجل، جرب شيء أعدلك بالصوت هكذا، قال لي جرب شيء أعدل لك بالحاسوب، هناك برنامج يعدلك الصوت، قال لي جرب. فسجلتها دون أي شيء من أنا وهو معني، فعملت فيها مقدمة على اليهود على النصارى على الموعظة آيات القرآن، فسبحان الله كانت مباركة واستمع على الناس وعجب، وأنا الآن أسمع للناس يوميا في المراكز في المراكز وفي البيوت. هي هذه الرقية الشاملة، يعني الغاية ليش كنقول لكم هذا الشيء، الغاية هو الكلمة بسم الله هذه. توكلنا على الله شوف ولا واحد 115 حول ألف، ولا قوة إلا يعني الكلمة خاصة عندك حس وما وحدس، لنا ألا ويكون عندك نتوكل انطلاق، ما تكونش معقول، وقد هدانا وتعطي المقام الظالم المظلوم، وفي الظالم مع الشدة رحمة، والمظلوم رفعة وعزة واستئناس ونفسية وأخوة ورحمة، وكذلك بفضل الله تعالى نصر وقوة. دائما كنت عندك النظرة مع الكلمة مزدوجة مشتركة فيها معاني شتى، يحير فيها لك المشروك لذا يبغي يفهمها، يفهمها المزيان ويفهمها الخايب، تعلم هذا الشيء. ممكن نعطيكم مثال، كنت في مجلس من المجالس، التليفون ربما اللي فيه التيك توك غادي يطفى، كنت في مجالس في اجتماع، سمعوا مزيان، كنت في كأنه امتحان واختبار للرقاة، كأنه امتحان واختبار للرقاة بالمغرب، وكان هذا الامتحان في الدار في الرباط، في أحد الفيلا في الرباط. هو كان حينها جاء أحد دكاترة من دولة أخرى واستضافني مع نخبة من الإخوان الرقاة لم أعرفهم، اجتمعنا في تلك الفيلا وبدأ يؤطر ويؤصل المسألة، وهي مسألة العلاجات وبيع الأدوية وما شابه. كانت إحدى الأخوات فأراد أن يعطي امتحانا، شوف باش تعرف قوة الكلمة راها مهمة جدا وكيف تصيغ الرقية، يقدر يعطيك ربع ساعة في امتحان، أعطينا فيها رقية لهذا السيد، تدرس الملف وتحاول تجمع أكبر كلمات وعبارات فيها القوة، ويقول لك عندك ربع ساعة حط فيها العصارة ديالك. نفس الشيء اللي وقع لي تما، ألقاه هذاك الدكتور وما حصل معاه شيء، فقال من منكم يتقدم؟ الإخوة الرقاة كلهم المغاربة قدموني بفضل الله تعالى. في 10 دقائق ربع ساعة جمعت بفضل الله عز وجل موعظة فيها ما بين العين والحسد والسحر ورتب الجن ديانة الجن والظلم، فوقع السهم في الظلم، فتبين أن تلك الأخت زوجها قتل قبل أيام لأنه وضعت المجمر فوق المطمرة أو فوق البير فأحرقت جنيا فقتلها زوجها وأصابها. حتى ذاك الذي جاء بيدك الدكتور ما كان يعرف القصة ولا يعرف أنه مصاب، كانت هي مجرد تجربة، فتبين المصاب باش بأن جمعت فيها أمور كثيرة في ربع ساعة، فتبينت الحقيقة، فأفحمت منهجه وبرنامجه. كان يريد يقول اعمل الرقية خفيفة وبيع الدواء، فأصلت أن الأساس هو الرقية وليس الدواء. إيه نعم، لا أقول الدواء لا ينفع
ولا يفيد، ولكن العمدة والأساس هي الرقي حتى لا نخدع الناس. فالكلمة لها وقع، جمع لما كتشخص الناس وكتسمع منهم ماذا وقع لهم في حياتهم، ما شنو كيشوف في المنام، شنو كيحسوا في الأمور النفسية، شنو الأمور الإيجابية. لكن أشياء ما كيحكيوها الناس إلا المعالج، واخا تبان لك مزيانة وتبان لك، ولكن همها كتشكيه للمعالج. يعني كتقول له فهم أنا عطيتك السر ديالي، ودخل عندك كاع قبل زوجها، راح تدور راجع عند واحد المشكل وما كيرضاش يقولوا، بلا ما تبين كترميه انت بشكل غير مباشر. هذه الحقيقه كنعيشوها. او لو يقول لك الله يخليك زوجتي عزيزي وكذا، وكان عنده واحد المشكل، ولا بنتي كذا كذا كذا، مشتيني مشتك، تقول له صافي كون مرتاح، وكتبني عليه. الغايه هو العلاج وتوصيل الهدف. كيفرح ذاك الاب، كيقول الحمد لله ما ضاعش الجهد ديالي. هادشي كتحاسب بيه، تقول الحمد لله هادشي ما ضاعش. اذا الراجل كان ما كتش يعني صبرت الحمد لله وني نلت، وهكذا. لكن شكون اللي غيفتح الكلمه؟ فهمتوها ما فهمتوهاش؟ الكلمه كان كمل انت قلت وخرجت كنفكر، او كيفاش كنتكلم انا من دفع زيد شويه في انقص هذاك. صافي اخويا انقص لحالك. طيب منذ زمان، اش اخبارك؟ الحمد لله الله يحفظكم بارك الله فيك. نحضر على فلسطين، الله يوفق فلسطين، والله يحررها، والله يعز اهل فلسطين، والله ييسر امرهم. شنو نقول على فلسطين مثلا؟ اعطينا شنو بتقول على فلسطين مثلا؟ نهضر على فلسطين، نهضر على فلسطين وعلى التطبيع. دابا بالله عليك اكتب لي شنو جنسيتك، ما هي جنسيتك؟ يلا اكتب لي جنسيتك باش نجاوبك. وشوف انا راجل، هانت هانت انا راجل ياك، قلت لي اكتب لي هضر لي على فلسطين التطبيع. انا والله خويا تندويك على فلسطين التطبيع والله العظيم. لكن كن رجل وقول لي شنو جنسيتك. وكيف سالتيني غنسالك سؤال واحد، غنسالك سؤال واحد واحد فقط واحد، ما غنزيدش، ونتكلمك في التطبيع ونعجبك، ولكن قول لي ما هي جنسيتك وعندي لك سؤال واحد. جزائري مسلم، احنا قلنا لك جزائري جزائري ماسوني. طيب مزيان، ماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ جاوبني، غجاوبني وانا معك. ماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ حنا ندخل في المعركه الجاهليه دابا، شتي ما يسوقناش جاهل ضال او جاهل جاهل ما فاهمش الى معارك جاهليه. ولكن انا باحترامي لكل اخوتي واحبتي الجزائر وعزهم، لكن لزمن حتى نبين ليه راسي عامر في بزاف الحوايج. خليني غير في الرقيه، خليني غير في الرقيه، حيت غتدخل معايا في واحد الباب. غنعطيك دابا، غنطلعك معايا هنا ونقول للناس فيسبوك وتيك توك يبقاو معانا، وكاين شرط ما تهربش، ما تهربش، وانا مستعد نتكلم فاش ما بغيتي، ولكن حينما نسولك تجاوبني. لك انت مستعد غنطلعك، ولكن ما تهربش. نعطيوها 5 دقائق 10 دقائق قدام الناس. انا مستعد، سالني فيما شئت، ونتكلمك على التطبيع وعلى اليهود وعلى الصهاينه، ونتكلمك على الاقصى، ونتكلمك على فلسطين، ونفرقوا. انا ما كنتكلم على الالفاظ، كنفرق فيها وتاريخها، ولكن انت تكون فعلا قاد انك تجاوب. وغنسوك اسئله شخصيه خاصه بك وخاصه ببلادك، ولكن تكون قادر تجاوبني حيت غنجاوبك على بلادي. تكون قاد فعلا انك تجاوبني، ما تهربش، وتعطيني اسمك. كيف انا معروف نعيم ربيع، تعطيني من انت ومن تكون. اذا كنتي راجل حر قاد وما غتقدش، لانك تتكلم ورا الشاشه. اما انا بصفتي بشخصيتي بسميتي ومعروف ونتكلم وما كنخافش، والحمد لله دولتي تكفل لي القانون باش نتكلم، وعندي حدود ديال الحريه وسقف الحريه، وما عنديش مشكل، ونعرف ضوابطي مالي وما علي، ونتكلم ونقنعك. ولكن تحداك انت تقدر تجاوبني اسئله خاصه بك وخاصه بامور اخرى نقول عليك. يلا اعطيني الجواب ونطلعك باذنك. باش ما تبقاش واحد يطلع يتكلم، كاين هذا الموضوع خصك ما تجبدش. هذا الموضوع لا اراه انها مناسبه، لان عندها مواليها وعندها قنواتها وعندها صفها وعندها اتباعها. ملي تبغي تشبع نفسك من هذا الشيء
كليكي غير كتب الجزائر المغرب غتشبع، التطبيق غتشبع، كتب على عليكم انتم وغنشبعوا، ولكن ماذا سنستفيد؟ نبقاو نتفرجوا في تصبح، هل قدمنا شيء؟ سير جيب شي دوره الله يرضيك في وهران ولا في عنابه ولا في مغنيه ولا، والله يعز الجزائر والله ينصرها والله يوفقها للحق، والله يعز المغرب والله ينصر ويوفق الحق، والله اخي بناتهم والله ينصرهم على المجرمين الضالين المضلين. هذا دعوه عامه، جيب دوره. طيب بلاد مش مخربق. طيب قال لك تكلم لي على فلسطين وتكلم لي على دابا جو على فلسطين، يقول لك يمشي لي كاين واحد خمسة الخانات محفوظين، غتحيد لي فلسطين غتحيد لي التطويع، غادي يمشي لك الثالثة والرابعة والخامسة، كتبوسوا ولي الدين كديروا كذا، غيمشي لك البوسبير غيمشي لك كذا، وهادشي بقينا هادشي هضمناه ولينا حافظينه. ما يدي بديش نقول لك سير الله يهديك، سير الله يهديك. انا ما كان ما نبغيوش نفتشو حس يعني احساس اي انسان اللي واقع الان لا يقدر عليه الا الله عز وجل. صافي سير الله يهديك. شيخ ممكن تأتي إلى مصر؟ مصر أخويا بدر الدين ماشي تعصب، غير كتشوفني كتشوف الجهل كيضرك خاطرك يعني صراحة. تأتي إلى مصر؟ مصر كنت فيها، ما عرفتش واش حكت فيها دابا شي عام ولا عام ونص، كنت في مصر، ومصر ما شاء الله دولة طيبة ودولة جميلة جدا وأهلها طيبين صراحة، نسأل الله تعالى يوفقهم للخير. جي لا ماشي مشكل، بالعكس هذا أمر يسرني. أنا جزائري. طب يا شيخ أنت تاجر رؤوسنا، وحتى الجزائريين حتى هما طيبين، أنا ماشي كنجاملهم، ماشي على واحد غنعمو الفكرة، لكن غير إنسان يرتقي، إنسان يرتقي. ودابا هو شاف قميص المغرب بحال مسكين. انا كنلبس قميص الجزائر، لو كان حدايا دابا نلبسو ما كاينش المشكل، انا ما عنديش عقده. الشرايط الجزائر حاط حدايا في المكتب، ما عنديش عقده، ونتحدى يلبس هو قميص الجزائر المغرب، ونتحدى يحط حدا رايه المغرب، نتحدى يلبس قميص المغرب ويحط رايه المغرب. انا لابس قميص الجزائر ومصور به وعندي، وحاط رايه الجزائر سنين على المكتب ديالي عادي، ودائما كنتكلم على الجزائر بالخير. وفين انا؟ حيت ما عنديش عقده النقص، عقده النقص ما عنديش، وما عنديش اكراهات والزامات بزز. لا ما تقولش الجزائر بالطيب، ما تقولش خوتنا، ما تلبسش قميص. ما كاينش شي واحد في المغرب قال لي علاش لابس داك القميص، ما كاينش شي واحد في المغرب قال لي حيد ديك الرايه ديال الجزائر نهائيا. ها باش تفهموا شنو كاين، حنا راه دولة منفتحة ومسالمة وعندنا حريات، خصكم تفهموا هذا الشيء. أنا ماشي كندير كنصبغ الناس ولا كننافق ولا كنتملق، أنا ما عنديش هذا الشيء، كنتكلم بالحق. حنا عندنا سقف ديال الحريات، ما كاينش اللي يتكلم معاك نهائيا، وخصكم تعرفوا الملك. أنا كنتكلم بالحقيقة، الملك ديالنا يتبنى مسألة الصلح والإصلاح بين الشعبين الأخوين، وقالها أكثر من مرة في الخطابات ديالو. إذا المشكل ما عندناش حنا، حنا ملي كنتكلموا بجانب المحبة والأخوة، فرأس البلاد السيد الأول في البلاد الملك الأول في البلاد هو يذهب إلى هذا التوجه اللي هو شرعي وديني وأخوي، وماشي بالكلام وبالعمل. ما كانش يد في الغدر واليد في النفاق مره، ما عمرها كان. وكيتكلم فعلا، ودائما كيتكلموا المغاربه على ان الشعب الجزائري شعب ديال الاخوه والمحبه، الا في الفتره الاخيره بعام وعامين ان وقعت امور كثيره وتجلت احوال كثيره، ماشي على الشعب، نتكلم على الجانب الاخر. هنا دخلوا فيها امور كثيره، حتى الشعب ولا كي ولات احوال كتغير عند كثير من اللي كانوا كينصروا القضية ديال يعني، حتى في الكرة مع الجزائر ولا كذا، ولاو بزاف الناس متحفظين، حتى بعض الناس خلاص أنهم فعلا وصل لهم قناعة أن
ان ما كاينش واحد الموده ولا واحد المحبه اللي ممكن انها ترجع المياه المجاريه. وهذا موضوع ما بغيش ندخلوا فيه، لان حتى الاعلام اللي كيوصل للمغرب خصكم تعرفوا هذه المساله، اللي كيوصل للمغرب من خلال الاعلام الرسمي، احنا نتحدى الاعلام الرسمي المغربي يقول سوء على الجزائر. لكن الاعلام الرسمي على ديال الجزائر يوميا، وكاين دابا واحد المؤثرين المغاربه كينقلوا كل ما يقال يوميا للشعب المغربي على قنوات في اليوتيوب بشكل مخيف يوميا في البلاطوات ديالهم بمختلف القنوات، الكلام دائما على المغرب. وهذا شيء لا يصر، لكن ما غتلقاش في المغرب، لقيتي غتلقى واحد في الالف، واحد في المليون، وغتلقاهم بزاف بشكل غير رسمي، ولو كيخرجوا ملي شافوا الشكل الرسمي ما كيتكلمش، ولو هما كيدافعوا كيتكلموا بشكل غير رسمي. اما القضيه الرسميه ما كتكلمش في هذا المجال قديما وحديثا، لكن الدبلوماسيين خدامه ضرب السكات، هذا الشيء كاين لا من الناحيه الدبلوماسيه لا من الناحيه العسكريه، شي راه كاين اقتصاديه، راه المغرب غادي خدام، غادي مزيان خدام. ولكن المساله ديال المؤثرين هذوك المشكل هيه كينقلوا بعض ديالنا هنا، فولت القضية حتى ما بين الشعبين، وهذه هي اللي ما بغيناش توصل، ما فهم غير اللي كيفهم. على العموم هنا نقطة الصر. دابا الشيخ يمكن أن تأتي إلى المكتب 16 بإذن الله حفظك الله. والله ما فهمت كيفاش ما فهمتش كيفاش جيبك 16. والله ما فهمت. طيب المكتب 16 حال ولا ساد دابا؟ المكتب 16 حال ولا ساد دابا؟ طيب خير إن شاء الله تعالى، الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قتل سؤال، لماذا الجن يرسم الحرم؟ الجن كيرسم الحرم، الجن كيرسم الحرم على لأنه يتبنى قضية. الجن يرسم الهرم لأنه يتبنى قضية، القضية اللي كيتبناها الجني وهي ذاك الهرم، هو مرسموش غير منه لنفسه، إنما يحيا عليه كيعيش عليه. مفهوم؟ إنما يحيا عليه، إنما يحيا عليه، مفهوم؟ هذا الهرم هذا هو يحيى عليه إبليس، يعني هو رمز المثلث، رمز العرش، وهو يعني يمثل ذاك العرش وذاك الهرم وذاك المثلث. فحينما كأنه يشير بالتوحيد ويشير لك بالعبادة للشيطان، عوض ما يشير بالتوحيد، هو هذا رمزه، أنه الذي يدين به يعتقده، بمعنى يقول لك أنا ماسوني، بمعنى أنه يقول أنا ماسوني، يقول أنا قوي، مفهوم؟ بمعنى يقول أنا ماسوني ويقول أنا قوي. هذه مش خزعبلات، هذه أشياء حقيقية. كثير من الناس ملي كيطلع الجني كيحط لك الهرم هنا، كيحطه هنا، كيحطه هنا، كيحطه هنا، فهمتي؟ مثل أنه كيعمل لك كذا. فلا بد أن هذه الأمور متبقاش بقى الناس عندها إشكال في هذا الشيء، لأن ما كيشرحوش الاخوه وما كيبينوش. فلما كيعطيك هذا الرمز بمعنى انه عنده يعني ينتمي الى عرش ابليس وانه ماسوني، وقد يقول لك مثلا ذاك موضعي بنيت عليه عرشان وهرمان وانا استحوذ عليه وملكا وقويا. اذا في هذه الحاله هذيك الاشاره ما خرجش بالعبث، خرج وفق عقيده، وفق منظومه، وفق عمل محكم يعمل عليه. في هذه الحالة اش خاصو يدير؟ في هذه الحالة خاص الراقي يأكد على الآيات التي تناسب هذا الشيطان،
آيات الألوهية، الآيات التي فيها تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، آيات الشيطان، يأكد على الآيات التي خاصة بالموضع الذي وضع عليه الجسد، وضع الصدر أو وضع البطن، وضع الجبهة على الناصية، ذاك الموضع فيه آيات وفيه أدعية تناسب، مفهوم؟ إذا ملي كيبدا يصيغ الرقية كيبدا يستفزك إبليس، فكيصعد إما يكون يتكلم يتحدى، أو أنه يكون معقود بأسحار كتحاول تواصل معه بإذن الله تعالى، فينطق ويتكلم فيعلم. كلما بين لك أمر، كلما أكدت عليه وفكت الشفرة تاعو، هذا الشيء ساهل حتى كيطلع وكيتكلم كي حر، أو يقول لك، أو يكون حر، أو يقول لك أنا ما أنا إلا خادم، راه فوقي أعلى مني، مفهوم؟ أو سحر أقوى مني، وفي الحال أنت كتفك بإذن الله، تصبر معاه تفكها وانتهى الكلام بإذن الله عز وجل. طيب كاينين شي وحدين مساكين راه مع التيك توك، راه عالم خصك تصبر ليه. تيك توك راه فيه الأمور الله المستعان على العين. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، لأن التليفون هذه الآن التليفون ده بغى يطفى ليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.